الاسبوع اللي فات او السبت اللي فات كنت منتظر اجزمت السؤال ده. كنت اجزمت معايا، وانا حتى قلت في نهايه الحلقه ختامها مسك، كنت اجزمت معايا ان احمد فتحي جدد خلاص في النادي الاهلي. طيب عشان برضو انا اوضح النقطه دي، انا اجزمت معاك ان احمد فتحي هيجدد وموافق على عرض النادي الاهلي. تمام، كلامي مظبوط؟ مظبوط. كويس. تمام. ان احمد فتحي موافق على عرض النادي الاهلي، وان احمد فتحي هيجدد في النادي الاهلي، لان انا كنت عارف الامور وعارف احمد فتحي طالب كام من الاثنين وكلاء بتوعه، وعارفين الدنيا وعارف الاهلي هيعرض عليه كام. اثنين ومش الوكيل واحد. هم في اثنين، اللي هو في نادر شوقي اللي هو طبعا قال انا لا امثل احمد فتحي، وفي حازم الحديدي، الاثنين. اوكي تمام. طيب واقول لك على مفاجاه، ان مساء اليوم اللي احمد اعلن فيه الساعه 5 كان حازم الحديدي نازل من عند احمد فتحي من البيت، وهذه المعلومه صادقه 100%. تمام. وحازم الحديدي مبلغني قال لي خلاص احنا مخلصين، واحمد فتحي في الاهلي الساعه 5 قبل ما يتصل بامير توفيق الصبح يقول له انا مش هقدر اكمل، وهو حريته المطلقه. تمام. ورغبته وخلاص، و و و و وانا وفقا على التاكيدات دي واحساسي اللي انا عارف تفكير احمد فتحي، وعارف لما حصلت قصه المفاوضات اللي عملها الزمالك مع عبد الله السعيد واحمد فتحي، لما العربيه بتاعت الفلوس جت تحت بيت احمد فتحي قال لهم انا مش فوق، مش فوق، وما كملش الديل. ولما راح قابل وقعد مع اسماعيل يوسف، قعد معاه على انه كابتنه، ما كانش بيقعد معاه، ما ينفعش واحد كابتن ليك ويقول لك تعال نقعد، ما تروحش تقعد، مش على انها مفاوضات. بتتكلم على منتخب الشباب. انا بتكلمك في كواليس وامور تخليك تقيم اللي قدامك. ولكن في الوقت اللي فيه رغبه احمد انا مش قادر اكمل كده، او انا رايح نادي تاني، او انا بالتحديد رايح نادي بيراميدز، او انا مش هقدر العب تاني، او انا عايز العب بشكل اساسي عشان العب هنا او هنا او هنا، راحته، محدش يقدر يقول له حاجه يا جماعه. قراره، قراره، زي ما ادالك وكان عنده الروح وكان عنده الشكل وكان عنده صوره الجميله وهو بيحتفل مع الاهلي وبيموت نفسه في الملعب، واخرها مباراه سان داونز كان راجل فيها وكل حاجه، لازم تقول له شكرا. لكن في النهايه تقصد ان القرار كان قراره هو بالظبط، وكلاءه حتى ومدير اعماله. لكن هو عنده غلطه، عنده غلطه صغيره، يعني ما حدش كان يعرف قراره الا نفسه. تمام. ولا والمحيطين بيه اللي هم بيتكلموا له، والدليل ما هو بدليل ان نادر الاختلاف على الجلسه. لما نادر قال له تمام احنا كده موافقين، فقال له لا انت المفروض تبقى معايا، وانا قلت الكلام ده قبل ما نادر يطلع يقوله، المفروض تبقى معايا، انت معايا ولا عليا؟ تمام. وده اللي خلى نادر تاني يوم لما اتاكد تماما ان احمد خلاص، قال انا لا امثل احمد على الشكل العام، ان هم اصحاب وكله مفيش حاجه منهم، لكن لا يمثلوا ليه؟ لان ما ارتبطنا بيه واتفقنا فيه وطلبته من اداره النادي الاهلي حققته. انت جيت اللي خلفت، انت اللي اختلفت خلاص. له الحق خلاص. تمام. ما مش بقول ده عشان طيب. انا كنت اتكلمت مع نادر وقلت له دورك انت كمدير اعمال لعيبه او وكيل لعيبه او وسيط بالمسمى الجديد اللي حطه الاتحاد الدولي فيفا، انك لازم برضو تعرف اللاعب اللي معاك الظروف الحاليه في العالم كله. نادر قال لي كلامك مظبوط. قلت له انتوا حاسين باللي بيحصل في العالم وده هيبقى ليه تاثير على الكره المصريه الفتره الجايه؟ انا عندي احساس الناس في مصر مش عايشه اللي بيحصل بره. انت دورك كوكيل او دورك كوسيط فين؟ انك تقوم بالدور ده مع اللاعب، لانك لازم تعرف اللاعب اللي هيجدد سنتين او اللي هيجدد ثلاثه. لما اللعيب بتاعك ما يعرفكش انه ماضي في حته ثانيه ويخليك تتفاوض، يبقى الغلطه هنا مش كويسه. لما اللعيب بتاعك يخليك تكمل تفاوض وانت ماضي في حته تانية، يبقى الغلطه هنا مش كويسه. انا اللي الومه بس على احمد من حبي وصداقتي معاه وانا بحترمه جدا وبقدره، ان شريف اكرامي عمل موقف يعني وخلاص، وقال يا جماعه هخرج من الباب الكبير وانا عايز العب وانا كده. الناس كلها قالت له احترامها، الجلسه خدت 5 دقائق بالظبط، انما قرار كان واضح. لا هاجي يوم الاثنين، طب ناجلها ليوم كذا، طب كذا، طب كذا. طب اقول لك حاجه ثانيه، ان الكابتن محمود الخطيب ما كانش مبسوط من طول الجلسه وقال لهم كلمه ما فيش حاجه هتزيد. طيب وما كانش مبسوط ان الجلسه اتمدت 48 ساعه، انتوا ليه قلتوا له كده؟ خلاص هو في ساعتها يا لا او مش هيزيد جنيه، لان بعد 48 ساعه مش هنزود حاجه، هي هي ومش هنحصل حاجه. ولان ده اللي ارتبط بيه مع وكيل اعماله وكان عايزه، ده موجود. مش هينفع كل ما تقعد تزود.
تمام. عشان يبقى كل واحد هنا تمام. عنده الداتا بتاعته والمعلومه بتاعته. هي في النهايه ثقافه لاعب، وثقافه اللاعبين في مصر تحديدا للاسف بتبقى باصه تحت رجليها، مش عارفه بكره في ايه. انت ممكن تجدد 3 سنين، لكن على ارض الواقع والارض العملي ال3 سنين دول هيكونوا سنتين، لان الموسم اللي احنا فيه لسه ما انتهاش، ممكن ينتهي في شهر 10، ممكن ينتهي في شهر 11. لا، وهناك لوائح ملزمه في الفتره الجايه يا محمد. اكيد عقود اللعيبه دي لا يمكن هتمشي في هذا الشكل. وانت كلاعب، وانت كلاعب على الورق، على الورق والفيفا هيكون ضامن ده، مش هتقدر تطلب اكتر من الراتب بتاعك. لا، اللي هيحصل الفتره اطلب اللي انت عايزه، وهيجي لك اوردر بالتخفيض للشكل اللي لم تكن تتخيله. بالظبط، دي قصه ثانيه. لكن عشان نبقى احنا منصفين، وعشان احنا هنا دايما اتعلمنا نقول الصح، مش اتعلمنا نقول الشكل اللي يظهرك زي البعض انك جاي تقعد في مكان تقول الكلام اللي يرضيه بس. يجب ان نشكر احمد فتحي على الفتره اللي قضاها ولعب برجوله وعمل بطولات كبيره وتاريخ وامكانيات ورجوله في هذا المكان، والاهلي بمن حضر. والاهلي عمره ما وقف على حد، كل نجوم الاهلي بطلوا. ابو تريكه بطل، بركات بطل، كابتن الخطيب بطل، كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، التتش كله، مش هنسى بقى يعني هنسى ناس كتير جدا، ولكن الدنيا بتستمر. واللي لازم جماهير الاهلي اللي بتشوفنا تحط جمله هقولها تكون فاهماها كويس قوي. النادي الاهلي لا يحافظ على لعيب، النادي الاهلي يحافظ على فريق. خلي بالك من الجمله دي. تمام. النادي الاهلي لا يحافظ على لعيب، يحافظ على فريق. النادي الاهلي بيحافظ على الفريق. معنى واضح ان انا النهارده لما اقول الفئه الاولى جنيه، مفيش لعيب هياخد جنيه وقرش. كل لعيب هياخد الجنيه بتاع الفئه الاولى. لذلك لو انا اديت اللعيب ده جنيه وقرش، وده جنيه وربع، وده جنيه ونص، يبقى انا النهارده ما بحافظش على الفريق، انا النهارده بحافظ على اللعيب. تمام. ومفيش فرقه بتحافظ على لعيب بتنجح، هو تكوينك وهو ادائك. الحاجه المهمه ان الفتره الجايه ان شاء الله لازم تكون ماشيه بشكل كويس جوه فرقه النادي الاهلي ان شاء الله. مفيش شك ان 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 الكباتن الاهلي الكبار اللي مش هيبقوا موجودين الفتره دي ونقل الشاره، وكلهم يستحقوا الشاره وكلهم كباتن كبار، سواء كان الشناوي او ايمن اشرف او سعد سمير او رامي او وليد سليمان، ايا كان ترتيبها، لازم اداريا ومدير الكره هنا يكون موجود شويه، لان قيمه اللاعب الكبير مش انه بيلعب في الملعب، لا، قيمته في ادارته للاعبته ككابتن، ودي الحته اللي لازم تظهر في فرقه النادي الاهلي الفتره الجايه. وعايز اقول لك على مدار التاريخ قيمه الكابتنه مش بان يحمل الشاره فقط في طبعا. توقيت معين، ما كانش وائل جمعه الكابتن، ما كانش ابو تريكه الكابتن، ما كانش بركات الكابتن، ما كانش غالي الكابتن طبعا. لكن كان لهم دور قيادي جوه الفرقه، وده اللي الفتره الجايه مع الكابتن اللي موجود، التيم وورك، الفريق الجماعي يقوم بالدور ده مع بعضيه الفتره الجايه طبعا. طيب.